السلام عليكم واهلا بيكم، اتمنى يا رب تكونوا بخير وانتم بتشوفوا الحلقه النهارده. عندنا حلقه بسيطه وسريعه وكالعاده انزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وما تنسوش كمان ان المعلومه امانه، وزي ما وصلتكم وصلوها لغيركم. طيب توصلوها ازاي؟ باللايك اللي حضراتكم بتعملوه، اعملوا لايك مهم جدا للفيديو ده علشان يترفع واكبر عدد من الناس يستفيدوا من الخلطه اللي احنا هنحطها النهارده. طيب اخواتنا اللي بيسالونا هل ان احنا نحط كل يوم خلطات، يا جماعه بنحط كل يوم خلطات، ممكن يوم ويوم، ممكن ما نحطش خالص براحتنا، ولكن الخلطات يا جماعه بتفرق في الوزن جدا، بتفرق انها بتفتح الشهيه. بنعمل خلطات متنوعه كل يوم، بننزل خلطه جديده بحاجه جديده ومعلومه مهمه جدا في التسمين يا جماعه. طيب بدايه كده زي ما حضراتكم شايفين لو متابعين معانا هتبقوا عارفين النهارده اليوم التاسع في عمر دوره التسمين بتاعتنا، ما شاء الله ما عندناش ولا غلطه زي ما حضراتكم شايفين كده. الفرشه نظيفه، التهويه مظبوطه، الحراره مظبوطه، الكتاكيت زي ما حضراتكم شايفين بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه، طبعا المنظر بيتكلم عن ان احنا ما عندناش اي مشكله. طيب اخواتنا اللي بيشكوا من الاسهالات يا جماعه قلنا يظبطوا التهويه ويظبطوا الحراره وخلوا دايما الفرشه نظيفه، مش هتلاقوا عندكم اسهالات. طبعا بكره ان شاء الله هيبقى اليوم العاشر، ان شاء الله هننزل بكره جرعه كوكسيديا وكوليستريديا، ومهمه جدا يا جماعه اخواتنا اللي ما بيستخدموش الكوكسيديا والكوليستريديا يا جماعه والله العظيم بتفرق كتير جدا غير لما ما تستخدموهاش. لو ما استخدمتوهاش كل يوم هتلاقوا عندكم اسهالات ومش هتروح، ولا بقى تقولوا لي خلطات طبيعيه ولا اعشاب ولا الكلام ده كله. الكوكسيديا والكوليستريديا يا جماعه من اهم الحاجات اللي لازم تحطوها لدوره التسمين بتاعتكم. خلاص كده؟ طيب يلا بينا بقى نبدا الحلقه النهارده. عندنا النهارده حلقه بسيطه قوي وخلطه بسيطه قوي، ولكن بجد يعني بتنقل الاوزان في مكان تاني خالص. طيب النهارده زي ما حضراتكم شايفين اول وجبه النهارده، قلنا اليوم التاسع دي اول وجبه ليهم، نظفنا المكان بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه، ولا عندنا اسهالات ولا عندنا اي حاجه، ولكن برضو هنستخدم الحاجات اللي احنا بنستخدمها على مدار الدورة. كل يوم بتلاقونا بننزل خلطة جديدة كلها خلطات بسيطة وحاجات طبيعية موجودة في البيت، ولكن بتفرق جدا في الوزن معانا. يلا بينا اهو يا جماعة، دي الحاجات اللي احنا هنستخدمها النهاردة، وهنستخدم عليها كمان شوية حاجات تانية. طيب زي ما حضراتكم شايفين عندنا ايه، عندنا هنا البنجر، وعندنا بصل وتوم وليمون، ودول اساسي. ممكن كمان لو في برتقان بناخد قشر برتقانه او قشر برتقانتين بدل ما نرميهم، لا بنستخدمهم يا جماعه. احنا طول ما عندنا تسمين او طيور مش بنرمي اي حاجه خالص من المطبخ. يبقى عندنا هنا تاني بنجر، بصل، توم، ليمون، دول اساسي على مدار دوره التسمين بتاعت حضرتك. قلنا لو في برتقان هناخد القشر بتاعه. خلاص كده هنبدا بقى ان احنا ناخد كل الحاجات دي هنبشرها وهنرجع نحط عليها شويه حاجات اضافات تانية بسيطة، ولكن برضو بتفرق في الوزن. والنهاردة هنحط حاجة بسيطة قوي، لو عندنا فطريات او فيروسات في المكان هتقضي عليها بإذن الله. هنبشر الحاجات دي كلها وهنرجع تاني. خلاص كده بشرنا كل الحاجات اللي احنا هنحطها بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه اهو. عاوز اقول لكم ان الحاجات اللي هي اللون الاحمر ده يا جماعة بيخلي الكتاكيت بتبدأ ان هي تاكل بكمية كبيرة، لو متابعين معانا وعارفين ان احنا بنشتغل بالحاجات الطبيعية دي من بداية الدورة هتلاقوا الكتاكيت مجرد ان احنا نحط اي خلطة على العلف هتبدأوا تلاقوا ان هما بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه بيتخانقوا على الحاجات دي. طيب حطينا التوم وحطينا الليمون والبصل والبنجر وقشر البرتقال، وهنحط حاجة مهمة جدا النهاردة لو عندنا بقى اي حاجة في الفطريات او الفيروسات والكلام ده كله. زي ما حضراتكم شايفين هنبدأ بقى ان احنا هنحط القرنفل يا جماعة، من الحاجات المهمة جدا ان احنا لازم نضيفها في دورة التسمين بتاعتنا، لانها مضاد فيروسات قوي جدا، وكمان بيفتح الشهية وبيعلي الوزن بطريقة غير عادية. طيب هنحط ايه كمان؟ هنحط برضو الكركم. طبعا حضراتكم برضو متابعين معانا وعارفين ان احنا دايما بنشتغل بالكركم، هايل جدا كفاتح شهية وبرضو بيدي اوزان عالية جدا. طيب لو عندنا بقى اسهالات وخايفين من الاسهالات في العمر الصغير ده، بنبدأ ان احنا نحط نشا يا جماعة. هنبدأ برضو ان احنا نحط حوالي معلقتين صغيرين من النشا اهو. طبعا احنا ما عندناش بفضل الله اسهالات ولا اي حاجة، ولكن برضو احنا بنحطها كوقاية. لو مش عاوزين تحطوها خلاص. هنبدأ بقى ان احنا نخلط كل الحاجات اللي احنا عملناها دي النهاردة. عاوز اقول لكم ان الريحه كويسه جدا، بتخلي الفراخ تاكل بطريقه غير عاديه وبتسحب في العلف اهو. هنخلط كويس جدا، ما تستسهلوش يا جماعه بالخلطات الطبيعيه دي، صدقوني بتفرق جدا في الوزن عند حضراتكم.
خلاص خلطنا اهو، شايفين لون العلف بقى عامل ازاي ما شاء الله. يعني اللون الاحمر ده اصلا بيخلي الكتاكيت تبدا ان هي تاكل كميات كبيره جدا من العلف، وطبعا بالتالي بناخد الاوزان اللي المفروض ناخدها في عمر صغير جدا. طيب العلف اللي احنا استخدمناه ده قد ايه يا جماعه؟ تقريبا حوالي كيلو ونص من العلف. لو بنستخدم خلطات طبيعيه على العلف يبقى لازم ان احنا ما نستخدمش كميه علف كبيره، علشان بس الخلطه الطبيعيه اللي احنا حاطينها دي ما تبداش تتخمر مع الحراره اللي في المكان. خلاص كده زي ما حضراتكم شايفين هيبداوا ان هم ياكلوا ويفطروا، والنهارده هنحط لهم حاجه مهمه جدا في الميه في العمر ده لازم نحطها، ان شاء الله هنزل لكم بيها فيديو كامل باذن الله بعد ده على طول. زي ما حضراتكم شايفين كده النهارده اليوم التاسع في عمر دوره التسمين بتاعتنا، هنبدا ان احنا ناخد رينج عام كده او متوسط عام على التحويل بتاعنا النهارده، وعلى الوزن هنشوف الدنيا مظبوطه معانا ولا الدنيا مش مظبوطه، هنشوف كل الكلام ده كله. خليكم معانا لنهايه الفيديو. النهارده اليوم التاسع هيبداوا ان هم يفطروا اول وجبه ليهم. ممكن تحطوا الخلطه دي قد ايه يا جماعه؟ لان جالنا اسئله كتير جدا على مده الخلطات. الخلطه الطبيعيه يا جماعه ملهاش مده، انتوا بتحطوها وجبه في اليوم وما بتتكررش تاني. يعني لو مثلا هنحط بالنهار يبقى هنحط بالنهار، بالليل ممكن نحط حاجه ثانيه طبيعيه في الميه برده هتبقى تمام، ولكن هي الخلطه بتبقى مره واحده في اليوم يا جماعه مش بنكررها، لان جالنا السؤال ده كتير جدا من اخواتنا اللي متابعين معانا او المبتدئين دايما بيسالونا هل الخلطه دي هنحطها كل يوم؟ يا جماعه الخلطه مش لها وقت معين ولا ايام معينه، احنا عندنا حاجه طبيعيه عاوزين نحطها بنحطها، عاوزين مثلا ان احنا لاقيين عندنا الشهيه مقفوله لازم نحط بصل وخلي وثوم وليمون والكلام ده كله. عندنا سموم مثلا عاليه في الطيور بتاعتنا بنحط خل في الميه، عاوزين مثلا ان احنا يعني بنجود كده وكل يوم نحط حاجه، ممكن لو ليمونه يا جماعه ممكن نحطها وتمام على كده شكرا. لو عاوزين بقى ان احنا نحط الخلطات اللي احنا بنحطها دي وتمشوا معانا يبقى يا سلام بقى ما حصلتوش يعني. طيب تعالوا بقى بينا كده نبدا ان احنا ناخد متوسط عام على الوزن عندنا النهارده ونشوف في اليوم التاسع نسبه التحويل او معدل التحويل مظبوط ولا لا. يلا بينا اهو صفرنا الميزان وهنبدا كده ان احنا ناخد اي كتكوت وهنشوف الوزن النهارده. مش هنجيب واحد تاني. ميتين واربعة جرام ما شاء الله، 284 جرام ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين اهو، 283 جرام في اليوم التاسع. هنشيل ده ونجيب واحد تاني. ميتين تلاتة وتسعين جرام او 294 جرام، هنجيب واحد كمان برضو. ما شاء الله 316 جرام في عمر 9 ايام، يعني الوزن هايل جدا. هنشيل ده ونجيب واحد كمان. بس 302 جرام، هايل جدا. هنجيب واحد كمان برضو. تلتمية وتسعتاشر جرام الوزن اهو يا جماعة. الكتكوت ما شاء الله شكله هايل جدا، الدنيا تمام، ما عندناش ولا غلطة في دورة التسمين بتاعتنا. امشوا معانا بالطريقة اللي احنا بنمشي بيها دي هتلاقوا دورة التسمين طالعة معاكم كده بكل سهولة ومفيش فيها مشاكل من بداية العمر. اهتموا بالتهوية، اهتموا بالحرارة، اهتموا بنظافة المكان، اهتموا ان انتوا تأكلوا علف يكون سوبر مش شعبي علشان تاخدوا اوزان في نهاية الدورة بإذن الله. بس كده ده كان الفيديو النهاردة، استنوا مننا فيديو تاني بكرة ان شاء الله هنحط ليهم حاجة النهاردة برضو في اليوم التاسع في المية مهمة جدا علشان الاوزان تبدأ ترفع معاكم وتشتغلوا بطريقة صحيحة. بس كده ده كان الفيديو النهارده، شكرا جدا على تعليقاتكم الجميله، شكرا جدا لكل اخواتنا من مصر ومن الدول العربيه، بشكركم جدا وسعيده جدا بوجودكم معانا، بتمنى لكم جميعا التوفيق، استنونا في حلقه جديده، اشوفكم تاني على خير.